التسجيل في قرعة أمريكا. موعد التسجيل في القرعة الأمريكية 2021 إلى 2022 حسب موقع السفر التابع لمكتب الشؤون القنصلية الأمريكية، فإن انطلاق التسجيل في اللوتري الأمريكي قرعة أمريكا 2021 سوف يبتدئ يوم 7 أكتوبر 2021 وإلى غاية يوم 10 نوفمبر 2021، وسيتم الإعلان عن نتائج قرعة أمريكا 2021-2022 ابتداء من يوم 8 ماي 2021 على الموقع الإلكتروني dvprogram.state.gov أو dvlottery.state.gov، ويتيح البرنامج السنوي تأشيرة التنوع الحصول على تأشيرة هجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لكل مرشح يستجيب لمعايير بسيطة ودقيقة، ويتم اختياره عن طريق سحب عشوائي يجرى بواسطة الحاسوب. ويتم الاشتراك في القرعة مجانا وبطريقة إلكترونية على الموقع التالي dvprogram.state.gov أو dvlottery.state.gov. ويجب تسجيل كل فرد من أفراد العائلة المشاركة في القرعة، ويشترط أن يكون المرشح حاصلا على شهادة البكالوريا على الأقل. وفي حال عدم توفر الشهادة المذكورة، يتم قبول المرشحين الحاصلين على تجربة مهنية مدتها سنتان في آخر 5 سنوات التي سبقت تاريخ التسجيل في مجال عالي التخصص، شريطة أن تستجيب تجربتهم للمعايير المسطرة من قبل الخارجية الأمريكية. وكما جرت العادة في السنوات الماضية، يتم تصنيف التجارب المهنية بالاستعانة بنظام رقمي متوفر على موقع www.onitonline.org، حيث تحصل كل تجربة مهنية بعد تحليلها على علامة يجب ألا تقل عن 7.0 للمشاركة في قرعة تأشيرة التنوع. وسيتم الإعلان عن نتائج قرعة أمريكا 2020 ابتداء من 8 ماي 2021 على الموقع الإلكتروني dvprogram.state.gov أو dvlottery.state.gov. يجب على جميع المترشحين الاحتفاظ برقم تأكيد الترشيح إلى آخر غاية 30 شتنبر 2021، لأنه يكون تحيين دوري للمترشحين المختارين